السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني زي ما قلت لكم كده شباب، هبدأ الفيديو بتاعي النهاردة أو اللي أنا عايز أقوله وأنا في البارك النهاردة. شايفين الشباب في أمريكا بيعمل إيه؟ زي ما قلت لكم النهاردة السبت، عندهم الشغل، فجايين بقى في الوقت ده يعملوا حاجة مفيدة. تيم كبير اهوت بين البارك، عشان أي مفيش حاجة أصلا، يعني ورقة زي دي كده، ورق زي كده او نابكن او اي حاجه واقع على الارض، وجايين عشان معاهم اكياس وبتاع، جايين عشان ايه؟ يعملوا حاجه مفيده لبلدهم. ينظفوا البارك، يخلوا الحديقه دي جميله كده. شايفين الناس هنا بتشتغل، الناس هنا بتشتغل وعارفين بيعملوا ايه، بدل ما يعملوا بقى المظاهرات والكلام ده. شايفين بيعمل ايه؟ جايبين ورقه اهوت وقاعدين، بدل ما هم مش بيعملوا حاجة والنهاردة السبت عندهم أجازة. شايفين معسكرات الشباب جايين ينظفوا البارك أهو. يا دي ناس منظمة، دي ناس فاهمة بتعمل إيه أهو، بينظفهم وبيشتغلوا مهوت، بدل ما هم قاعدين ما بيعملوش حاجة أهو، طالعين ينظفوا وطالعين يعملوا حاجة تنفع البلد، ينفعوا بعض. شايفين؟ هو ده الكلام. بدل ما بنعمل مظاهرات وقاعدين بنعمل حاجات مش كويسه، نعمل حاجه تفيد البلد. معايا يا شباب؟ يا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم جميعا. النهارده يعني برضو عايز اتابع معاكم، وخصوصا الشباب الموجود في مصر، يعني عايز اهمس كده في اذن كل ابن او بنت او اخ او اخت من الموجودين في مصر، وعايز اقول يا شباب يعني صراحة لازم نتعلم دايما من الحاجات اللي مرت في حياتنا عامة، وما بنغلط او بيكون في اخطاء او في حاجات سلبية بنتعلم من الحاجات دهيت، ونحاول نصحح اخطائنا. وكده الانسان المفروض كده، والرسول عليه السلام يقول كل ابن ادم خطاء، صح كده، ولكن يقول خير الخطائين التوابون. فانا عايز اقول يعني احنا شفنا مصر ايام الثوره، وشفنا كيف البلد اتبهدلت، واقتصاد البلد كان نازل، وامن البلد ما كانش فيه امن، ويعني كان فيه مشاكل كتيره جدا، وده خلى الجيش والشرطه يعني اتشغلت في حاجات كتير في امن البلد الداخلي، وكان في ثغرات دخل منها داعش، ودخل منها الناس اللي هم الارهابيين اللي عايزين يدخلوا قلب القاهره ويدمروا ويفجروا ويعملوا حاجات مش كويسه في البلد. فانت ترضى يعني، سبحان الله، حط نفسك كده هوت مكان اي جندي مصري مات في معركه، او اي انسان كان قاعد في كنيسته، او كان قاعد في مسجده، او كان قاعد في الشارع وحصل في قنبله او حد فجر وكده. حط نفسك انت مكانه، أو بنتك أو أختك أو أمك أو حد من قرايبك أو حد عزيز عليك، وتفجر بنفس الطريقة دي، أنت هتكون مبسوط؟ ما بظنش أنت هتكون مبسوط. أنت تتبسط أن بلدك تتهز عالميا ومحليا؟ أنت تتبسط أن مصر دي اللي هي أم الدنيا، اللي هي مهد الحضارات، اللي هي مصر دي مصر، دي مصر، دي مصر، أن يتعامل فيها كده؟ يعني سبحان الله، الدول العربية كلها اتدمرت، ما عادش في حاجة اسمها دولة عربية الآن. يعني الدول العربية مدمرة، ما عادش في حاجة اسمها دولة عربية، ولا حتى دويلة من الدول العربية تقدر تدافع عن نفسها بتعريف الآن. ما ضلش إلا التاريخ بيعيد نفسه. فاكرين أيام التتار؟ فاكرين أيام التتار؟ لما اتدمرت الشام كلها ودخل هولاكو على مين؟ دخل على مصر. فمصر لازم تظل، وإلا خلاص. يعني إذا كانت مصر بقى هي الوجهة أو المقصد إن لازم تتدمر، ولازم والعياذ بالله يوقعوا الشعب المصري، يوقعوا الجيش طبعا، وإذا الجيش واقع يبقى الشعب واقع. يعني أنا مش موجود طالما الجيش مش موجود، أنا بقول لك كده، أنت مش موجود طالما الجيش مش موجود، مصر مش موجودة طالما الجيش مش موجود، افهموها. فأنت عشان تقحم جيشك في مشاكل داخلية زيادة، وتقحم الشرطة في مشاكل داخلية زيادة، وأوريدي جيشك العظيم بيحارب عنك وبيدافع عنك في سيناء،
الارهاب من داعش واللي هربانين من ليبيا واللي هربانين من ناحيه فلسطين واللي هربانين من الدول اللي على الحدود السودان وغيرها. وقاعد الجيش بيحارب عنك وبيستشهد منه كتير من ابطالنا في سبيل الله وفي سبيل الوطن وعشان يدافعوا عنك وانت نايم مبسوط وبتاكل وبتشرب، بتاكل عيش ببلاش وبتاكل سمنه ببلاش وزيت ببلاش وصابون ببلاش وعندك تكافل وكرامه. اللي بيقول لك الرئيس ما عملش حاجه، اللي بيقول لك الرئيس ما عملش حاجه، الحاجات دي حكى عنها محمد علي، الولد هذا الساقط الفاجر الداعر المريض نفسيا ده عايز سايكاتريك، ده لازم يروح لسايكاتريك، لازم يروح لدكتور عشان يتعالج الولد ده صراحه. هو وامثاله بقى، امثاله بقى مين؟ ما نسمعش للناس الهمل. ولد اسمه محمد ناصر، والتاني الواد اسمه معزه مطر ده ولا اسمه ايه، والواد التالت ده اللي كان ممثل الفاشل برضه عبد الله ما اعرفش اسمه ايه ده، يا عنده ده عنده فيديوهات يا راجل بيسب على الاخوان. ولما الفلوس بتاع تركيا ظهرت عادوا الاخوان هم بالنسبه له يعني المثل الاعلى، وان هم الـ يعني اللات والعزة، واخد بالك انت؟ فاحنا عايزين كشباب، احنا مصريين والمصريين اذكياء جدا جدا، اي حاجه في الدنيا عايز دراسه جدوى، اول ما تفكر فيها وتعملها عايز دراسه جدوى. فانت تعمل دراسه جدوى لبلدك كده، تقعد وتفكر فيها. طب انا لو طلعت واتظاهرت وخربت وكسرت ودمرت وشغلت الجيش في حاجات وشغلت الشرطه في حاجات وسمحت لارهابي او واحد متطرف دخل فجر لي مسجد ولا كنيسه ولا شارع ولا محل ولا، والامن مش هيبقى موجود، فاكرين من ايام الثوره اللي فاتت ايه اللي حصل؟ لما نتعلم نتعلم. فانا بستغرب ازاي انت شاب يعني لسه بتاخد مصاريفك من بابا وماما او من اهلك، وانت قاعد بدل ما تروح تشتغل وتكون ايجابي مش سلبي، والحياه صعبه مش سهله، فانت عشان يعني يكون عندك مستقبل لازم انت تفكر ازاي تبني مستقبلك. هتبنيه بالثوره اللي انت بتعملها دي؟ هتبني مستقبلك بالمظاهرات بره وضرب الناس وتكسير العربيات وحرق العربيات وقتل الناس والسماح للهرج والمرج يحصل في مصر تاني؟ هل هو ده الحل؟ لا والله. روح اشتغل. انا واحد من الناس طلعت من بلدي، وانا من قريه من 30 سنه، وانت يمكن لسه ما اتولدتش. طلعت من بلدي مفيش حاجه خالص، كلنا كنا كده. الان الحمد لله رب العالمين، مش عايز احكي عن نفسي، الحمد لله رب العالمين، عملت دعوتي، ألفت كتب، انا امام اولموس لوس انجلوس اريا هنا اللي موجوده في، يعني الحمد لله رب العالمين انا اعتبر اقدم امام هنا او اكبر امام هنا. الحمد لله بنعمل دعوتنا في سلام وبندي صوره كويسه عن الاسلام، والعلم هو المتكلم، اتكلم بالعلم بس فقط لا غير. فانا عايز يعني حاجه مهمه جدا ان انت تكون ايجابي ما تكونش سلبي. روح اشتغل بدل ما تعمل مظاهرات لبلدك، بدل ما تعمل اشياء وتسمع للناس المخربين اللي بيقبضين فلوس بالدولارات وبيحطوا في البنوك عشان يحطوا السموم دي فين؟ في هنا في ودانك. مصر وحشه، الرئيس مش كويس، الحكومه مش كويسه، اي بلد في الدنيا فيها سلبيات. انا في امريكا اهو قاطره العالم، يعني في كل مكان في سلبيات، وبتلاقي في اختلافات بين الريبابليكان والديمقراط، وبتلاقي في اختلافات حتى بين الرئيس وبين الناس، عادي جدا. بس الناس دي عندها ديمقراطيه، والديمقراطيه دي بتسمح لنا نسمع بعض، مش نطلع نتظاهر ونطلع نعمل. بس لو في حد اتظاهر في امريكا وطلع يعمل اللي انتوا بتعملوه في مصر هيضربوه، لما هيكسروه وهيتسجن وهيتبهدل. ليه؟ لان دي في حاجه اسمها الامن القومي، الامن القومي بتاع البلد. فاحنا ما نسمعش الخونه، الناس اللي بتكره مصر، الناس اللي بتقبض على مصر، الناس اللي بتغالي وبتقبض ان يحصل الضعف والقتل والتدمير وكل الاشياء اللي احنا عندنا اوريدي خبره فيها من قبل كده، والمفروض الانسان يتعلم من الماضي بتاعه، صح ولا لا؟ دي حاجه مهمه قوي. بدل ما احنا يعني الوقت بيقول لك مصر ما فيش فيها مش عارف ايه وما فيش، لا والله مصر غنيه، ومصر خزائن الارض زي ما ربنا قال في القران. وهتقول لي طب ما المال مش محكوم، يعني مش محطوط فيها بالعدل او ما بيتقسمش بالعدل.
هقول لك اشتغل وخد، اشتغل وخد. واضرب لك مثال على كده، الولد الخمرجي الساقط المريض نفسيا اللي اسمه محمد علي ده، اسمه خساره فيه. الولد ده ما هو دبلوم صنايع صح؟ لا هقول لك لا مهندس ولا دكتور ولا حتى بيشتغل في الجيش ولا اي حاجه غلط، ده هو دبلوم صنايع يعني، مع احترام الاخوه اللي معاهم دبلوم، اخواننا وحبايبنا والله، ويمكن بيفهم اكتر مننا كمان، اكن اكبر اكتر مننا كمان، بس هو في النهايه دبلوم صنايع، دي العلم بتاعه وصل لكده. ولكن اجتهد، فتح شركه مقاولات واشتغل، نصيبه كويس، اشتغل مع الجيش وبدأ الشركة تكبر ونجح فيها وعمل مشاريع وعمل ملايين. منين؟ طلع برا مصر زي حالتنا وتغرب؟ لا والله، فلوسه كلها عملها من مصر، وللأسف ما حملش الجميل المصر اللي عملته وركبته فراري وقبلت له أسره في مصر. أنا بقولكش على الرئيس، أنا بكلم محمد علي، كلم عن محمد علي، مش محمد علي باشا، محمد علي باشا كان عنده أسره برضه، بكلم على الولد اللي كان في أسبانيا ده الهارب، العميل اللي قابض عشان يتكلم على بلده، اللي قابض عشان يخرب بلده هو بقى، والمجنون وائل غنيم لما انا اجي نيويورك او اجي في امريكا وعايش في امريكا او عايش في اوروبا واجي اشوف واحد زي ده بيمثل مصر، انت ما بتمثلش لنفسك يا عبيط يا هبل. واللي بيسمعوك دول، لان دول ناس يعني صراحه يا بتسلوا زيك يا جماعه فاضيين مش لاقين لهم شغلانه، وبيحبوا يسمعوا قله الادب اللي انك قليل الادب. فأنا شخصيا سمعتك دقيقتين ما تحملتش، قلت معقولة ده مصري؟ والله انت مثل سيء لمصر، واذا كنت انت مسلم انت مثل سيء للإسلام. انا سمعت انك كنت اخوانجي زمان برضو، وترقيت وبقيت قليل الأدب، يعني تترقيت وبقيت قليل الأدب. فأنا عايز اقول حاجة للناس اللي عايشين معايا هنا في امريكا او اللي عارفين. الناس بتبدأ الشغل يا شباب من هنا في امريكا يوميا من الساعة 6 الصبح احيانا، 7 الصبح احيانا، 8 الصبح احيانا، من 8 الكام لخمسة، خمسة المغرب آخر النهار، وبياخد له ساعة اللي هو اللي بيتغدى فيها أو بيستريح فيها نص النهار كده، وبيكمل شغله، بيكمل شغله، شغل أمريكا، شغل، وما عندوش راحة للسبت والحد بس، أو إذا كان فيه عطلات. فأنا عايز أقول كده البلاد بتبني نفسها، الشباب بيبني البلاد كده. إنما تطلع تقول لي مظاهرة وتطلع تقول لي مش عارف ايه وتطلع تكسر وتحرق وتقول لا جيشك وتسب على رئيسك وتسب على بلدك وحكومتك، يا اخي الحكومات بتيجي وبتروح، والشخصيات اللي في المناصب دي بتيجي وبتروح. انما انت قول لي انت عملت ايه. احنا بنفضل سهرنا على النت ونسمع قلة الادب دي من الناس ديت ليل ونهار وما بننامشي، بنبقى بالليل والنت في ايدينا والمحمول في ايدينا وما بننامشي، يعني ما بننامشي. فإذا احنا ما نمناش ومنظمناش وقتنا وعملنا خطة في حياتنا، إزاي هنبدأ نعمر بلدنا؟ وإزاي هنبدأ نستثمر؟ وإزاي هنبدأ نشيل مصر؟ وإزاي هنبدأ ننهض بالبلد وانتوا قاعدين بتعيطوا؟ يعني هو الرئيس هيروح يجيب رضاعة بقى ورضع كل واحد بقى ويروح يجيب له بقى يتعشى وينام؟ هو اوريدي عمل، يعني في تكافل وكرامة، وفي عندك الخبز بيجي للغني والفقير بكريدت كارد أو بالكارد اللي معاك، وبتاكل في حاجات ببلاش، في حاجات ببلاش بتاكلها، ما فيش دوله بتاكل ببلاش. انا مثلا في امريكا هنا لو قعدت يوم واحد، لو قعدت يوم واحد مش هلاقي اكل. وفي ناس هنا في امريكا قاعدين ما عندهمش بيوت وبيشحتوا على الاشارات هنا في امريكا، لان دي بلد راسماليه، والراسماليه بتقول لك اذا ما اشتغلتش يا حبيبي روح نام في الشارع بس كده. كده اقول لك امريكا ليه هي قاطره الاقتصاد في العالم، لان بتشتغل، ناس بتشتغل، ناس عندها مخ، ناس عندها وعي. وقت اللعب لعب ووقت الشغل شغل، ما عندهمش الا سبت وحد والعطلات، وبقيه الاسبوع الشغل اليوم الشغل. بتلاقيهم الصبح يلعب رياضه، بتلاقيه الصبح يجري يروح للجيم اخر النهار، بتلاقيه بياكل بنظام، بينام بنظام، بحياه بنظام، الشوارع بنظام، كله نظام. ليه؟ هو يعني الرئيس اللي عامل الحاجات دي؟ لا، الشعب نفسه لازم يعمل حاجه والحكومات تعمل الحاجات دي. طيب ما انت كمان تساعد، انت زي بتطالب الناس يعملوا لك حاجه وانت بتعمل ضدها، طالع تكسر وتدمر وتخرب في البلد وتتظاهر طيب يا اخي انا يعني ده كلها حاجات اللي انت بتعملها بتسمح لاي انسان ارهابي يخش البلد ويدمر فيها ويعمل فيها حاجات مش كويسه. انا مش عايز اعيد اللي النت بيقوله او الناس بتقوله، يا انت يا محمد يا علي بتقول الرئيس بنى قصور وما بنى قصور، يا اخي خليه يبني قصور يا اخي، لا اله الا الله. التنميه كلها بتبقى ايه، حاجه متشاله كلها كده، يعني هي باكج واحده، واخد بالك؟
هو بيبني هنا وبيبني هنا وبيبني هنا، يعني باني السنة الجاية 14 مدينة جديدة على أعلى مستوى، هوتيلات على أعلى مستوى. ممكن واحد يقول لي طب يا شيخ أنت بالشقة، يعني ما هو ده السؤال، بس خلينا نكمل وبعدين هقول لك السؤال. 14 مدينة جديدة على أعلى مستوى، محطات توليد كهرباء، حقول شمسية لتوليد الكهرباء، عمل استصلاح 1.5 مليون فدان، الاستثمارات والحاجات والخير اللي هيطلع من 1.5 مليون فدان اللي مستصلحين دول، وفي زيادة إن شاء الله، لأن أرض مصر صحراء أغلبها وعندك أبار، ومصر عايمة على مية إن شاء الله، يعني خير كبير. يعني بقول لك خزائن، يعني خزائن الأرض، 1.5 مليون فدان استصلاح، واربع مطارات جديده، وتسليح الجيش باسلحه متطوره جدا جدا، جيش قوي الحمد لله. عندك قمر صناعي جديد يعني طلع، ماكن كل المعاملات اللي في الحكومه عادت زي امريكا وغيرها، عمل حمله 100 مليون صحه، عمل سد الديون لقطر ولليبيا والدول كتير، مزارع سمكيه، عمل صوب زراعيه، قناه السويس الجديده اللي احنا عملناها دي او اللي اتعمل دي بأيادي مصرية، ما طلعش بره شحت فلوس ولا حاجة. ربط سينا بمصر، ها سينا اللي كان بيقول لك مش عارف ايه واسرائيل وبتاع ده، سينا بلدنا ربط سينا بمصر بست انفاق اهو، صناعة الاساس اللي موجودة في دمياط مدينة كاملة، وصناعة الرخام ده على مستوى عالمي، عمل فتح 48 مدرسة يابانية، اكبر شبكة طرق على مستوى العالم اصبحت الان او على مستوى مصر حتى او الوطن العربي موجودة في مصر. ويجي الاعمى القلب والبصر ويقول لك هو السيسي عمل ايه؟ قال هو الرئيس عام قال ايه؟ قال له يا اخي الدنيا يعني حاجة كده، وتلاقي الدنيا ماشية، بس في تطور، في نهضة صايرة، في ثمرات هنشوفها، في بنية تحتية بتتبنى، ده في دول الان ودول غنية جدا ما عندهاش بنية تحتية. انت السيسي بيعمل لك شبكة، عامل لك شبكة طرق يا ابني عالمية، دي ما اتعملش في مصر نهائيا، وقاعد بيصلح في القديم. فالراجل شغال، سيبوه يكمل. انما العملاء بقى وقلات الادب اللي بيطلعوا يتكلموا في القنوات اللي بره، الجبنة اللي قابضين واللي بيحطوا سموم في اذان الشباب علشان يوقعوا الجيش المصري، حاشا وكلا والله، ان شاء الله سعيكم كله في خراب باذن الله. والله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله بيقول في القران: ولا يحيق المكر السيء الا باهله، تمكر كلها هتيجي على دماغ امك في الاخر. ولا القرآن اللي قال، أنا قلت حاجة أنا لسه والله بحاول أكون مؤدب يعني في الكلام بتاعي. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير المكرين. ليه؟ لأن مصر قلت لك هعيدها 1,000,000 مرة، القرآن اللي قال يا ابني، والقرآن بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ده مين؟ مصر اللي كان يعني لو تشوف سياق الآيات في تفسير سورة يوسف اللي عايز يفهم القرآن. سيدنا يوسف كانت حياته كلها خوف خارج مصر، حتى داخل مصر لما دخل مصر ترمى في البير وإخوانه وعداء ويجا يعني سبحان الله ربنا كرمه شوية لما قعد في مصر بيت العزيز، ولكن طبعا فتنة النساء وكذا دخل في السجن، ومن هنا طلع عزيز مصر، بقى عزيز مصر. ولما بقى عزيز مصر، هنا مصر بلد الأمان، بقى يقول لسيدنا يعقوب، يبعت الرسالة ولإخوانه يقول إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، خلاص ما عادش خوف، فيه خوف بقى. لما جيتوا مصر ما فيش خوف. فيا شباب خايفين ليه؟ أنتوا خايفين ليه؟ هل الكلام اللي أنا قلته بقى والحاجات اللي اتعملت في خلال الفترة اللي فاتت دي، الرئيس عملها والحكومة عملتها والشعب المصري عملها، هتقول لي الجيش؟ لا والله العظيم، مؤولين منهم محمد علي ده، ومؤولين مصريين، شركات مصرية كبيرة. بقول لك يا عم ما هو طلع الشركات الأجنبية من مش عارف إيه، لا يا عم أنا عايز الشركات المصرية، المؤولين المصريين يشتغلوا، بس تحت إشراف لواءات وتحت إشراف ناس فاهمة، مهندسين وناس كبار من الجيش عندهم علم، تحت إشرافهم عشان الجيش المصري يكون، فيكون الجيش المصري بيشتغل بالأمر وبيقعد بالأمر وكل حاجة مدروسة. إنما الحاجات المدنية دي على البركة، وإحنا البركة دي تعبنا منها، اللي على البركة دي تعبنا من الكلمة دي، مع إنها كلمة حلوة بس بنستخدمها في النصب على الناس. زي إيه؟ يقول لك إن شاء الله، ما إن شاء الله يعني إن شاء الله، وحتى الآخر يقول لك حتى يقول لك الإيه العربي، إذا قال إن شاء الله ما تصدقوش، أستغفر الله العظيم، ده ربنا قال في القرآن: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. المفروض كده بس إحنا عدنا بنستخدم حتى نصوص الدين عشان ننصب على الناس وعشان نضحك على الناس. يا جماعة الخير خلينا نكون عمليين ونحافظ على بلدنا،
ونحب بلدنا مصر هي اللي باقيه لنا، وبلاش المظاهرات وتضييع الوقت، بدل ما تضيع وقتك في كده روح دور لك على شغلانه، اتعلم لك حاجه، استثمر وقتك، انت لسه شباب، انت طاقه، الطاقه دي تخلي بالك تستفيد منها، بدل ما احنا قاعدين نقول كلام ونرجع نحاول ننزل البلد وفي الاخر يقول لك ايه ده في ناس في السجون. يا اخي ما اللي في السجون دي اكيد عمل حاجه غلط، مش يا اخي في قانون، في حاجه اسمها قانون الثواب والعقاب، لا اله الا الله. هو انت يعني عندك قضاه وعندك حكومه وعندك نظام وعندك سيستم في بلد، فيعني ما فيش عقوبه الا بجريمه يا اخي، وما فيش جريمه الا بنص، يعني كده مش الدين قال كده والقانون قال كده، يعني ما انت ما تجرمش حد وتعاقبه الا اذا كان فيه جريمه عملها. يعني يعني خلينا نسيبكم الكلام العشوائي وكلام المصاطب والكلام اللي ما لا يجيب ولا بيودي. فيا حبايبي يا اولادي يا بناتي يا اخواني، هتقولوا عليا كلام مش كويس، انتوا حرين، ده رايي وانا في امريكا ومن حق اقول رايي، من حق اقول رايي، ولو انا في مصر برضو هقول رايي، بس هقوله بادب زي ما انا بتكلم كده، وانت حر تسمع تسمع ما تسمعش انت حر، يعني فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. انا حتى الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال له ان عليك الا البلاغ، بس كده، لا تجيب مسدس ولا تجيب بندقيه ولا تجيب بتاعه وتقتل الناس، بالظبط كده. ده الايات كتير جدا جدا سبحان الله، يعني لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، بلغ وخلاص، بلغ بادب وباحترام، انما احنا نطلع لذلك احنا لسه ما عندناش حاجه اسمها ديمقراطيه، الوطن العربي كله ما يفهمش حاجه اسمها ديمقراطيه، ويعني لازم نفهمها، وامر الشورى والاشياء دي كلها موجوده في الدين وفي القران. يا اخي اعترض، ما عنديش اي مشكله اعترض يا اخي والله، اعترض بس بادب، بلاش الالفاظ المش كويسه، بلاش الشتايم، بلاش قله الادب، بلاش تضييع الوقت، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كل انسان، الصحه والفراغ، وعندنا صوره التغابن، فمش عايزين نضحك على نفسنا ونضيع وقتنا اكتر من كده. طيب ده النهارده رسالتي ليكم النهارده، واسال الله يا رب ان شاء الله الناس اللي تفهم، اللي عايزه تسمع، اللي عندها علم، انا متاكد ان هيقعد وممكن يستمع بالكلام ده هوت وهيقتنع فيه ويقول والله يا شيخ انت غلط او صح، وانا مستعد اسمع الردود بتاعتك وعلى راسي من فوق، وانا ما عنديش اي مشكله، بس لو سمحت يعني ما تجرش نفسك ان انت تاخد ذنوب، لان انت الذنوب ده لو ثبت عليا انا هاخد حسنات وانت تاخد ذنوب، ويا سيدي براحتك، سيب براحتك. طيب انا برضو ما زلت بحبكم في الله، وانتوا اخواني واحبتي، و والرساله دي للي بيحب مصر قوي 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 قوي، واللي بيحب شعب مصر قوي قوي، واللي بيحب جيش مصر قوي قوي، انا بحط ايدي في ايده وبقول له بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.